كلنا واحد، كلنا مصريين، لينا حقوق متساوية وعلينا واجبات متساوية. القانون والحساب، أي حد هيغلط مهما كان عدده هيتحاسب. كلنا واحد. أي حد هيغلط هيتحاسب، أي حد هيخالف القانون هيتحاكم وبالقانون. للحظة كده وأنا بسمع السيسي وهو بيتكلم عن القانون والعدل، افتكرت كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: يعجبكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. لأنه من ساعة ما خرج الأستاذ عبد الفتاح السيسي على المصريين وإحنا ما بنسمعش منه غير الطنطنة، الكلام الأجوف والوعود الزيفة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كم مرة اتكلم عن مصر اللي هتبقى قد الدنيا؟ كم مرة قال اصبروا وهتشوفوا العجب؟ كم مرة قال احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسوا يا مصريين؟ تتقطع قبل ما تتمسكوا، صحيح. احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكوا، صحيح. احنا السيسي اللي قال ايدينا تتقطع قبل ما حد يمس المصريين سايب كلابه في سينا تخرط في ايدين المصريين. الفيديو اللي نشره امبارح عبد الله الشريف لضابط مصري في الجيش المصري وهو بيمثل بجثة مواطن مصري على ارض سينا مش بس مؤلم وصادم، لكن بيطرح تساؤلات غاية في الخطورة. تساؤلات من قبيل ايه نوع المرض اللي ممكن يكون موجود عند النوعية دي من الضباط اللي المفروض ان وظيفتهم هي حماية الشعب والدفاع عنه. مين اللي وصل ضباط في الجيش المصري ان يبقى عندهم كل هذا الكم من السادية والتلذذ بقتل وحرق وتقطيع ولاد بلدهم بدم بارد؟ ولو فرضنا جدلا ان اللي اتقتل ده ارهابي ومات بعد تبادل لإطلاق النار زي الرواية الرسمية اللي دايما بيحلو للجيش وما بتتغيرش في كل مرة، أي قانون في الدنيا ممكن يدي الحق للضابط الحقير ده أو لغيره أنه يمثل بجثته وينزل فيها حرق وتقطيع قدام زمايله ويصوروها بتليفوناتهم بالشكل ده؟ والسؤال الأخطر، المرضى دول مين اللي هيحاسبهم؟ مين اللي هيقتص منهم ويخليهم عبرة لأي منحرف أو خارج عن القانون؟ ومين قبل كده كان اتحاسب عشان حد يتحاسب النهاردة؟ مش هقولك مين اللي حول الجيش من مؤسسة حرب وقتال لمؤسسة مكرونة وجمبري، ومش هقولك كمان مين اللي حول قاعدة محمد نجيب العسكرية في وقت من الأوقات لقاعدة إنتاج بط بلدي وصوب زراعية وكان بيفتتحها، لكن هقولك مين اللي أفسد عقول ضباط الجيش وخلى بعضهم يوصل لهذه الدرجة من القسوة والوحشية. مين اللي علمهم إن هي دي الحرب على الإرهاب؟ ومين اللي فهمهم إنهم بكده بيقضوا على الإرهاب؟ محدش قال لهم إن المشاهد دي هي اللي أنسب وسيلة لزرع بذور التطرف والإرهاب في أي مجتمع؟ محدش عرف عبد الرحمن باشا وقال له إن دورك هو إنك تقبض على الإرهابي على فرض إنه إرهابي، أو حتى تقتله عند الضرورة، مش إنك تولع فيه بجاز قدام أصحابك؟ وتعالى نرجع تاني ونقول الجيوش في كل مكان في العالم بتتشكل عشان تبقى دروع لأوطانها في أوقات المحن، لكن لما الجندي في الميدان يفقد شرفه ويتجرد من إنسانيته بيتحول الدرع للأسف لخنجر مسموم، وساعتها لازم يتحاسب.